تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري. كما يتم في إطار المبادرة توزيع عبوات سلع غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية من أجل التخفيف عن كاهل الأسر المصرية. تسعى الدولة إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الأعباء عنهم. من هذا المنطلق كان حرص وزارة الداخلية على استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية وبجودة عالية حتى نهاية شهر نوفمبر، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للوزارة تجاه الأسر المصرية وبهدف تحقيق التكافل الاجتماعي مع المواطنين. كل الأصناف متوفرة، مفيش حاجة مش متوفرة، وعاملين خصومات كبيرة جداً على كل المنتجات. المبادرة فيها أسعار كويسة وأسعار موفرة جداً، رز، سكر، مكرونة، كل شيء متاح لنا صراحة. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها اصل الحياه. الرز والسكر والزيت وكل المنتجات والتونه وكل حاجه متوفره باسعار كويسه جدا. انا كنت نازله اشتري طلبات عادي للبيت، فبرضه الاسعار حلوه جدا، ونحب نشكر الرئيس يعني على الاسعار وكده، كل حاجه متوفره يعني. شايف ان الاسعار كويسه جدا، بالمبادره دي الاسعار حلوه جدا. كما تقوم منظومه امان بتوفير السلع باسعار مخفضه ب 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهوريه حتى نهايه العام. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد. ولم يقتصر حرص وزارة الداخلية على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين على توفير السلع بأسعار مخفضة، بل امتدت إلى قيام منظومة أمان بتجهيز عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة ذات جودة عالية لتوزيعها على قاطني المناطق الحضرية الجديدة. انطلقت المأموريات إلى الأسمرات، حيث تم منح العبوات الغذائية للمواطنين هناك بالمجان، وهو ما قابله أهالي المنطقة بترحاب كبير، مثمنين غالياً الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية لدعمهم. النهاردة وزارة الداخلية جايبة كراتين توزع على أهالي الأسمرات، ودي مش أول مرة تعمل كده، دايماً وزارة الداخلية فاكرة أهالي الأسمرات. إحنا بنشكر سيادة الرئيس وبنشكر وزارة الداخلية عن المبادرة الجميلة ديت. وبالإسكندرية، حيث منطقة بشاير الخير، تم توزيع عبوات السلع الغذائية على المواطنين هناك الذين أكدوا على أهمية الدعم المقدم لهم من وزارة الداخلية في مواجهة الأعباء المعيشية. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. محتاجة ايه؟ محتاجة سلامة الرئيس، عايز الرئيس ما يسيبناش. ربنا يخليك. والله العظيم يخليه لنا يا رب، وخليكم لنا يا شباب، وخلي شباب مصر كله، واحرس مصر يا رب. مبادرتك حلوه يا رب، يا رب يديم عليك ويديم علينا وعلى شعبك يا رب العالمين. يكفيك شر المرض يا سيسي. تحيا مصر، تحيا مصر. كما حرصت الوزاره على التوجه بقوافل العبوات الغذائيه الى منطقه المحروسه والتي اشاد بها الاهالي هناك، وبالدعم المستمر من وزاره الداخليه لهم. جت وزاره الداخليه وفرقوا لنا كراتين صراحه، وفيها حاجات كتير. نشكر الرئيس ونشكر وزاره الداخليه، تعبوا معانا النهارده، والظباط جم وفرقوا لنا كراتين. وبنشكر سياده الرئيس على تعبه معانا، في شنط بيدينا، كراتين بيدينا، بطاطين بيجيب لنا، الله ربنا يبارك لهم. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه. شعب وقياده وشرطه، احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد،
ونبقى جنبك للنهاية. كما وجهت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيع بواد غذائية على المواطنين من قاطين المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية في إطار الدور المجتمعي للوزارة والهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين بخاصة من قاطين تلك المناطق. لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب احنا جنودك اللي بينا اشتبك عودك. بشكر فخامة الرئيس والضباط والداخلية وكل حد في مصر على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه والخير والرزق ده كله. طول ما انت معانا احنا مش هنخاف من أي حاجة، بس خليك جنبنا والنبي يا رئيس عشان انت بعد ربنا معانا يا رئيس. وتستمر وزارة الداخلية في مبادرتها الاجتماعية كلنا واحد لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين على مستوى الجمهورية بخاصة في المناطق الحضرية الجديدة والأولى بالرعاية لتخفيف الأعباء عنهم. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.